ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده الرز البرياني. طبعا محدش يعني ما بشكرش في نفسي ولا حاجه، بس محدش كل الرز البرياني مني الا لو مبطل ياكله من بره. حتى ناس كانوا يقولوا لي احنا كنا من مطعم هندي نفسه ما كانش طعمه زي بتاعك، انت عامله فيه ايه؟ وبرجع اعمله لهم تاني بقول لهم سر اللي انا بعمله. فيلا نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما نبدا، دي قناتي اكل على السريع وانا ايه السيد، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بفيديوهاتي. ويلا نبدا. هنبدا اول حاجه مع بعض، وهي ان احنا نتبل الفراخ. معايا هنا حوالي معلقتين كبار من الزبادي، طبعا على حسب كميه الفراخ بتاعتك. انا كان معايا كيلو من الفراخ، وهضيف عليهم معلقه كبيره من الجنزبيل المفروم والثوم المفروم. هنا معايا ثوم باودر، بصل باودر، بهارات مشكله، بهارات البرياني دي مهمه جدا 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 من الماركه مهران، كنت وريتها لكم قبل كده، وكمون وكزبره خضراء وبابريكا ورشه من القرفه وفلفل اسود طبعا. ومعايا نص كوبايه من الزيت، ممكن زيت عادي او زيت زيتون، ومعايا نص كوبايه من الميه. وهقلب كله كده مع بعضه، وابدا انزل بالفراخ بتاعتي اللي مخليه من الجلد. انا هنا معايا صدور على اوراك مخليه من العظم ومن الجلد. انت ممكن تستخدمي قطع الفراخ العاديه اللي هي بالعظم، بس تبقى اهم حاجه مخليه من الجلد، بتبقى افضل يعني. فهضيف الفراخ بتاعتي كل الكميه بتاعتي كده، وابدا اقلبها كويس جدا في التتبيله، بحيث ان اتاكد ان كل الفراخ بتاعتي اتغلفت كويس جدا في التتبيله. وهنا انا هسيبها يوم كامل في الثلاجه، لكن انت ممكن تحطيها في الثلاجه مثلا اقل حاجه 4 ساعات، بحيث تشرب التتبيله كويس جدا. وهغلفها بالستريتش ريب واحطها في التلاجة لتاني يوم. نيجي بقى نبدأ هنا، هنجيب الحلة بتاعتنا، هضيف فيها بهارات صحيحة اللي انت شايفينها دي، حبهان وقرنفل وورق لورا وقرفة خشب ووحدة لومي الصفرة دي لو مفيش مش مشكلة. وابدأ انزل بالفراخ بتاعتي اللي متبلة يوم كامل في التلاجة، وهقلبها كده بحيث اوزعها جنب بعض، ما تبقاش فوق بعض، الفراخ تبقى جنب بعض كده. وابدأ بقى اشوحها على النار حوالي 10 دقايق، واغطي الحلة واسيبها لحد ما الفراخ تقرب تستوي، ربع ساعة كده ولا حاجة. زي ما انتوا شايفين كده خدت معايا بالظبط من 20 لـ25 دقيقة والفراخ هتستوي. ده لان الفراخ بتاعتي مخلية من العظم. اما لو الفراخ بتاعتك بالعظم بتاعها، يبقى هتسيبيها اكتر، وهتسيبيها من نص ساعة لـ35 دقيقة. وهضيف هنا حبات من البطاطس الصغنونة، زي ما انتم شايفين صغنونة قوي، دي حبات من البطاطس المسلوقة، فهضيفها كده واديها غلوة حوالي 5 دقايق مع الفراخ، بحيث البطاطس تاخد من طعم التتبيلة، بتبقى طعمها رهيب رهيب رهيب. وهغطي بقى الحلة واسيبها كمان 5 دقايق مع البطاطس، ونبدأ بقى نجهز الرز معانا. نقطة مهمة هنا، عشان الرز بتاعك يبقى عامل زي الرز بره، سواء هتعملي برياني او مندي او بخاري او اي نوع من انواع الرز، ان انت تسلقي الرز 3/4 سوا قبل ما تحطيه على الخلطة بتاعتك. هنا مية مغلية فيها بهارات صحيحة وزيت او زبدة، وهنزل بكوبايتين من الرز المغسولين بس مش منقوعين، لان هنا انا هسلقه. لو هتضيف الرز على طول من غير ما الخطوه دي، يبقى تنقعيها على الاقل ربع ساعه. يبقى هنرجع تاني، لو هنعمل الخطوه دي هنغسل الرز بس مش هننقعه، عشان الرز ما يتهريش مننا. اما لو هنحطه على طول على الخلطه من غير ما يتغلي معاه او يتسلق يعني، يبقى هننقعه الاول ربع ساعه. وزي ما انتم شايفين اتسلق معايا، وبقت خلاص امسك الواحده اكسرها بس اضغط عليها شويه عشان تتكسر، مش تتهري مني. شايفين اهي خلاص بقت بتتقطم، بس مش مستويه يعني، تاكليها اللي هي بالظبط 3/4 سوا. وابدا بقى اصفيه كويس جدا من الميه بتاعته دي، وابدا احطه بقى على الفراخ. هحط طبقه من الرز زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ أضيف البصل اللي هو بيبقى متحمر جاهز. أنا جايباك ده جاهز، بس أنتي ممكن تحمري بصل في البيت عادي، وممكن تستغني عن الخطوة دي، يعني مش لازم تحطي البصل المتحمر. فأنا جايبة بصل المقلي ده جاهز، ورشات بقى كده من البقدونس والنعناع أو الكزبرة والنعناع، المهم يبقى فيه نعناع، سواء عندك بقدونس أو كزبرة ما بتفرقش قوي، بس الأفضل إن هي تبقى كزبرة ونعناع. وأبدأ أحط طبقات تانية من الرز،
وأسويها كده بالشكل ده عشان هنسيبهم بقى يتبخروا مع بعض، وأحط كمان طبقات من البصل والبقدونس والنعناع المفرومين، وأبدأ بقى أجهز سر اللون بتاعنا. إن إحنا هنا بنحط ربع معلقة صغيرة من صفار الزعفران عليهم شوية مية صغيرين في الأول، وبعد كده هنحطهم على الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزين بقى لونين معانا، فإحنا غمقنا اللون زي ما انتوا شايفين، بحط لونه أحمر. أول ما خلاص أحط الكمية اللي هي الغمقة أبدأ أضيف مية تاني على نفس اللون ده، فهيبدأ لونه يبقى فاتح أصفر فاتح، فأبدأ أحط تاني، فهتلاقي عندي لونين أصفر فاتح وأحمر. لكن لو عندك لون طعام أحمر حطي، أنا عشان ما كانش عندي فاستخدمت صفار الزعفران في اللونين، في اللون الأصفر وفي اللون الأحمر. وزي ما انتم شايفين شكله في أول الفيديو كان كأني حاطة فيه لونين، لكن هو نفس الحاجة بالظبط. وأسيبهم بقى يتبخروا كده مع بعض حوالي 10 دقائق لربع ساعة على نار هادية خالص. في الوقت ده هنبدأ نجهز سلطة زبادي كده جنبه ترطب كده على القلب، لأن شوية البرياني معروف إن هو بيبقى حرق، يعني التوابل البرياني أو المسالة أو كده بتبقى حرقة. أنا الباقي عندي من الكزبرة والنعناع المفرومين هحط عليهم علبة زبادي مع رشة ملح وفلفل أسود، وأزوقها بالنعناع وبس كده سلطة الزبادي جاهزة معي. مش هحط توم لأني أنا عايزاها تبرد معايا، مش عايزة سلطة الزبادي العادية اللي احنا بنعملها مع الخيار اللي هي بيبقى فيها توم أو كده، لا أنا عايزة سلطة الزبادي تبرد، أحطها على الرز ما يبقاش فيها اي توابل او اي حاجه، تبقى حاميه هي كمان، يعني كفايه رز. والرز برده مش حراق قوي، يعني انا ولادي بياكلوا منه عادي، بس هو فيه شويه كده يعني انا ولادي مثلا هو بياكلوا منه بيقعدوا يشربوا ميه كتير. وبس كده زي ما انتم شايفين بعد ما اتبخر معايا حوالي ربع ساعه كان شكله يجنن، واللون شايفين اللي انا بقول لكم عليه. هنبدا بقى نقلبه كده مع بعض، فيبدا معاكي لون اصفر واورنج كده شويه وابيض، وهو اصلا البرياني بيبقى كده، يعني بيبقى الوان في بعض. وبس كده هنبدا بقى نغرفه بطبق التقديم بتاعنا وهنشوفه مع بعض هنزوقه ازاي. نبدا بقى نحطها في طبق التقديم بتاعنا. انا حطيت شويه من الرز عليهم قطعه من الفراخ، وازوقهم بشويه بقدونس ونعناع والبصل بقى المتحمر، ولو في اي مكسرات لوز مفروم يبقى حلو قوي اللي هو اللوز الخشن، ونحط بقى عليها الزبادي كده. الطعم كان يجنن 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 بجد، اتمنى ان انتوا تجربوها. وزي ما انتوا شايفين قد ايه الفراخ دايبه والرز مفلفل بجد، طعمها حلو قوي، والبطاطس اللي فيها بيبقى طعمها خياليه. ضيفوها على ضمانتي وجربوا الطريقه دي على ضمانتي وهتعجبكم جدا جدا جدا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بفيديوهاتي، ومع السلامه.